سلام، اخيرا وصلنا للفيديو اللي طلبتوه مني كاملين، اللي هو فيديو المواجهه اللي بين بدر بانون واشرف داري. شكون افضل مدافع كان في البطوله؟ واش بدر بانون ولا اشرف داري؟ وشكون افضل مدافع بيناتهم داز في البطوله؟ وقبل ما نبدا الفيديو ديالنا، كتبوا لي في كومونتير شكون جوج لاعبين اللي بغيتم ديرهم في المواجهه. وقبل ما نبدا عاوتاني، كون درت لكم مسابقه فايتعلمتكم على المسابقه اللي غادي نديرها النهار اللي غادي نوصل 20000 اخ واخت في الصفحه. وهاد النهار طلعت على الباج، لقيت وصلنا 19500، وهاد 500 هذه اللي بقات يمكن توصلها هذا النهار هذا. على هادشي غادي نقول لكم حاليا شنو هما الشروط المسابقه. اول حاجه، الفائزين من المسابقه غادي يكونوا ثلاثه. اول واحد اللي هو ضروري اللي غادي يكونوا من سوبر فان، واول فائز ما عليك تكون غير من سوبر فان. نمشيو دابا للفائز الثاني اللي غادي يكون معايا. الفائز الثاني غادي يكون ساحب تقريبا عشوائي من الناس اللي تيديروا لايك وكومونتير ومشاركه للفيديو. اما الفائز الثالث غادي يكون من الناس اللي غادي يمشيو ليوتيوب ويكتبوا كومونتير في اخر فيديو. وزيد نقول لكم باللي راه في يوتيوب الكومونتيرات قليلين بزاف، راه يمكن لك تربح تمايا بكل سهوله. وفي الاخر رابط القناه غادي تلقاوها في الكومونتيرات. ويلا اخوان، نمشيو ونبداو الفيديو ديالنا. نبداو الفيديو ديالنا بواحد التعريف صغير بهاد جوج لاعبين. اللاعب الاول اللي معنا اللي هو اشرف داري، اللاعب اللي كان تيلعب مع الوداد ودابا انتقل لفرنسا وبالضبط لبريست الفرنسي، وفي العمر ديالو حاليا يلا 23 عام. واشرف داري بالمناسبه مازال عنده واحد المستقبل كبير ان شاء الله. نمشيو دابا للاعب الثاني اللي عندنا في القائمه هذه، اللي هو النجم الكبير ديال الرجاء اللي هو بدر بانون. وبدر بانون كان تيلعب مع الرجاء وموراه مشى للاهلي المصري، وحاليا وفي 2022 مشى للقطر القطري. وفي العمر ديال بدر بانون حاليا 29 عام. نمشيو نبداو المقارنه ديالنا بالقيمه التسويقيه للاعبين. اوكي، بعض الناس يقول لك علاش تدير القيمه التسويقيه في هذه اللائحه هذه. وهذه القيمه التسويقيه الاخوان واحد الحاجه اللي مهمه في المقارنات، وكل ما كان اللاعب القيمه التسويقيه ديالو طالعه كل ما كان مهم بزاف لعالم كره القدم. راه مثلا القيمه التسويقيه الحاليه ديال فان دايك ماشي هي ديال امتيتي، يعني غير من القيمه التسويقيه ديالهم تتعرف شكون اللي احسن بيناتهم. نبداو باول واحد اللي هو بدر بانون، واعلى قيمه تسويقيه ديالو وصلها في 2000، يعني في لحظه الانتقال ديالو من الرجاء للاهلي المصري، وكانت وصلت القيمه التسويقيه ديالو في ديك الساعه 1,500,000 دولار. نمشيو دابا للاعب اللي في المقابل اللي هو اشرف داري، واعلى قيمه تسويقيه اللي وصلها هي في هذا الموسم هذا، ووصل حاليا ل1,800,000 دولار. وبالمناسبه اشرف داري يلا في العمر ديالو 23 عام، يعني راه يمكن لك في رمشه عين تلقى تيسوى 40 ولا 50 مليون دولار، وتا شي حاجه ما مستحيله في المستقبل. وبلا ما نفكركم في نايف اكراد، وماشي غير نايف اكراد، راه حتى ياسين بونو. اما من ناحيه النقطه ديال القيمه التسويقيه، واحد الزيرو لاشرف داري. نمشيو دابا للمقارنه الثانيه اللي هي تعدد المراكز. كما كنعرفوا كما كنقول دائما، اللاعب اللي تيعرف يلعب بزاف ديال المراكز ماشي هو بحال اللاعب اللي تيعرف يلعب في مركز واحد، ولكن هاد اللاعبين اللي عندنا بجوج تيلعبوا بجوج بهم كقلوب دفاع، ويمكن بجوج بهم يلعب لك كقلب دفاع ايمن ولا ايسر، ولكن من غير جوج بوستات تيكونوا ضعافين لواحد الدرجه اللي كبيره بزاف، ولكن اذا لعبتيهم بجوج بهم كقلوب دفاع تيكونوا ممتازين بزاف. والنقطه ديال تعدد المراكز تنشوفها متعادله بزاف، وبجوج بهم تيعرفوا يلعبوا غير في البوستات ديالهم، واذا غيرتيهم ما غاديش يعرف يلعب لك. ولا تشوف النقطه ديال تعدد المراكز غادي نعطيهم التعادل، النتيجه الحاليه 2-1 لاشرف داري. نمشيو دابا لاهم حاجه خاصه تكون في المدافع بدون نزاع، اللي هي القوه البدنيه. والقوه البدنيه ما تنعنيش بها الطول وما تنعنيش بها العرض، ولكن تنعني بها شكون صحيح وشكون تيربح الثنائيات. بدر بانون كما كنعرفوا كاملين فيه 1.93 متر، واللاعب اللي طويل، ولكن السؤال المهم، واش بدر بانون صحيح؟ واش بدر بانون اللي تلتاح مع شي لاعب اخر تيربحو ولا تيربحك؟ انا بالنسبه لي بدر بانون في الالتحامات وفي القوه البدنيه قوي بزاف، ونادرا بزاف فاش تنشوفو تيخسر شي ثنائية. ولكن في المقابل ديالو كاين اشرف داري. اشرف داري الطول ديالو اللي هو 1.88 متر ممتاز بزاف في الالتحامات، ومن ناحية الصحة والقوة البدنية لاعب ممتاز وفي القمة كبيرة. وحتى اشرف داري نادرا فاش تيخسر شي ثنائية، ولكن كما كنقول دائما اشرف داري راه باقي صغير، يلا في العمر ديالو 23 عام، يعني راه مازال ما وصلش لقمة القوة البدنية ديالو. وكنشوف هاد النقطة هادي وكرأي شخصي باللي اشرف داري احسن من بدر بانون. النقطة دي ديال القوة البدنية تنعطيها لأشرف داري، والنتيجة رجعت حاليا 3-1 لأشرف داري. نمشيو دابا للنقطة شكون اللي تيعرف يخرج الكرة من تحت الضغط، وأهم حاجة خاصة تكون في المدافع هو يعرف يخرج الكرة من الضغط، لأن الفريق المنافس اللي تيخرج وتيضغط عليك خاصك تكون تتعرف تخرج الكرة، ماشي مثلا تشد الكرة وتشيرها ناحية المهاجمين. وفي هاد النقطة دي أشرف داري أول حاجة قالها للمدرب ديال بريست الفرنسي هي هاد النقطة، قال بالحرف الواحد أشرف داري واحد المدافع اللي كبير بزاف، وعنده واحد
مستقبل لي كبير ان شاء الله. قال ولكن نقصها حاجه واحده، هو خاصو يبقى يعرف يخرج الكره ويلعب الكره برجليه. اما في المقابل اللي هو بدر بانون ممتاز بزاف في الخروج بالكره، وبدر بانون دائما بارد في الدفاع وتخرج واحد الكرات اللي ساهله. وبدر بانون اصلا احسن خاصيه اللي فيه هي الخاصيه هذه، ودائما تشوف في ديك المدافع اللي ثابت وتيلعب الكره بكل هدوء. ومن ناحيه خروج الكره تحت الضغط تنعطيها لبدر بانون. والنتيجه الحاليه 3-2 لاشرف داري. نمشيو دابا للنقطه ديال القوه الهجوميه، وكنا تعرفوا بلي قلوب الدفاع هما اهم عناصر اللي غادي يماركيو لك الركنيات ولا الاخطاء. على هادشي المساهمه الهجوميه دائما مهمه بزاف للمدافعين. راه تنشوفوا مثلا سيرجيو راموس واخد واحد الشهره اللي كبيره بتسجيل الاهداف. نبداو هاد النقطه هادي بدر بانون. في المسيره ديالو بدر بانون ماركا 20 بيت واعطى 7 ديال لي زاسيست، اما المقابل ديالو اللي هو اشرف داري ماركا حتى لدابا 11 بيت واعطى يلا 2 ديال لي زاسيست. ولكن كاينه واحد الحاجه اللي مهمه اللي ما غاديش تلاحظوها، اللي هو حاليا فارق ديال السن اللي هو 6 سنين. وانا بالنسبه ليا فهاد 6 سنين راه يمكن اشرف داري يعدل هاد الارقام هادو، ويمكن يفوت هاد الارقام هادو وبزاف. وعلى هادشي غادي ندخل فهاد النقطه هادي حتى عامل ديال السن، لان بكل صراحه واحد في عمره 29 عام ماشي هو واحد في عمر ديالو 23 عام. وهاد النقطه هادي ديال المساهمه الهجوميه انا ما غاديش نحكم فيها، وباش ما تنوطليش الانتقادات بزاف نتايا غتحكم عليها. واكتب لي في كومونتير وبكل صراحه وبكل مصداقيه النقطه هادي لمن غتعطيها، واش غادي تعطي هاد النقطه هادي لبدر بانون ولا لاشرف داري. نمشيو دابا لاخر نقطه اللي هي قطع الكرات، واهم حاجه في المدافع هي قطع الكرات اصلا. ومن ناحيه القطع الكره كاينين جوج حاجات، كاين قطع الكرات الهوائيه وكاين الارضيه. اذا مشينا للكرات الهوائيه غادي ياخذها بدر بانون بكل امتياز، المدافع اللي فيه 1.93 اصلا الاختصاص ديالو هما الكرات الهوائيه. ولكن من ناحيه الكرات الارضيه فاشرف داري ممتاز بزاف، خصوصا اشرف داري واحد المدافع اللي قوي وتيعرف كيفاش يقطع الكرات الارضيه، وهادشي بان في ثاني ماتش ديالو مع بريس اللي كان ضد اولمبيك مارسيليا. وشوفوا كيفاش مدافع كان في البطوله ومشى ليغ ا وتيقطع بحال هذيك الكرات هادو. ولكن هنا غادي يجي السؤال المهم، شكون حسن بيناتهم في قطع الكرات؟ انا بالنسبه لي هذه النقطه هذه غادي نعطيها تعادل، بجوج بهم ممتازين بزاف في قطع الكرات. نمشيو دابا لاخر حاجه اللي حتى هي مهمه بزاف، اللي هي نقطه ركلات الجزاء. شكون فيهم اللي تيعرف ينفذ البيانتيات مزيان؟ وبكل صراحه لا اشرف داري لا بدر بانون جوج بهم كانوا تيعتمدوا عليهم في تنفيذ ركلات الجزاء. ولكن بالنسبه لي بدر بانون حسن شويه من اشرف داري في التنفيذ ديال ركلات الجزاء، لانه يعني بكل صراحه واحد اللاعب اللي ثابت بزاف وتيماركي لك بكل هدوء. وفي هذه النقطه هذه الاخوان ما قلتلكش باللي اشرف داري راه ضعيف، انا قلت لك راه حسن منه وبشويه، ما قلتلكش راه ضعيف. المهم الاخوان في الاخير هذه هي المواجهه اللي كانت عندنا في هذا الفيديو. ما تنساوش في الاخير الاخوان لايك للفيديو، وما تنساوش شروط المسابقه اللي يمكن لك تربحها بكل سهوله. وفي الاخير كان معكم حفيظ وتهلاو.